السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سامر بكشي من قناة سيارات الأحساء وقناة سامر بكشي العامة، وإحنا حاليا في الجي تور تي 2 ومركبين قطعة كارلينكت. طبعا الكارلينكت الحمد لله صار فيها الميزة الجميلة اللي تقسيم ثلثين ثلث، شوفوا تعمل كذا صارت نص بنص، تبغون ثلثين ثلث بهالشكل، تبغون العكس تماما بهالشكل، صارت تشتغل ولله الحمد على التي 2 حاليا يعني. طبعا زي ما انتم شايفين محدث اخر اصدار، راكب هذا دراما لايف زي ما انتم شايفين شغال. اوكي ثواني حمل بس، لكن قد تفعلها. شاهد شغال، وين شاهد؟ ثواني، تو محدث اخر اصدار وشغال. هذا المباشر، ثواني. طبعا لو تلاحظ الحين لو شغلت ام بي سي عن طريق شاهد ما راح يجيك كامل، بيجيك شوي مقطوع من هنا ومن هنا، بس لو شغلت عن طريق دراما لايف راح تشوفه فول سكرين. بس ثواني شكله هنا ايوه، شوف ما شاء الله هذا الدعاية. لازم الدعايات كلها، خلنا نطلع بس. زي ما انتم شايفين هذا شاهد شغال ودراما لايف شغال، اليوتيوب شغال زي الحلاوة. طبعا اذا بتاخذون الجي تور تي 2 لا تاخذون الا القطعة كارلينكت، لان يوم جربنا هذه الاي هاي لينكت مع انها قطعة رائعة وممتازة، ولكن طلع صوت زنة في السيارة زي ما صار مع الشنجان سي اس 95 ومع ومع اليونيكي. فانتبهوا، هذه القطعة جدا ممتازة ولكن ما تصلح لا مع الشنجان سي اس 95 ولا مع اليونيكي ولا مع الجي تور تي 2. الله يعطيكم العافية، خليكم على معلش بوريك وين هذه، شفتوها شغالة زي الحلاوة امورها تمام. فطبعا في نوع ثاني من التقسيم اللي يسمونه نافذة داخل نافذة، هذا لازم نشرح لكم الآن. الحين لو رحنا للخرائط مثلا، ما بغينا الخريطة كبيرة، نبي شوي مساحة أكبر للتلفزيون، تروح على علامة الهوم، بتلاحظ أنها اختفت، بتروح وين؟ ضبط. بعد ما تروح الضبط تروح على حاجة اسمها أكثر، بعد ما تروح الأكثر تروح حاجة اسمها التطبيقات، بعد ما تروح للتطبيقات تختار الخرائط وتنزل في الأسفل هنا بتلاحظ حاجة اسمها نافذة ضمن نافذة، قل له نعم. خلاص قلت له نعم تروح هوم. الحين احنا من نروح مثلا نشغل يوتيوب مثلا أو شغلنا خرائط مثلا، نروح نقول نضغط هنا على الأيقونة ونضغط هوم، راح تلاحظون نزلت الخرائط صغيرة جميلة زي ما انتم شايفين هنا، وتروح على اليوتيوب حقك راح يشتغل فول كامل. بوريكم الآن، خلينا نشغل قرآن عشان أوريكم كيف. استواني بس شوي لأن إحنا في سرداب شوي في الصوت شوي. مكة هذا مباشر، شوفوا تحط الخريطة وين ما تبي، شوفوا ما شاء الله اليوتيوب كامل والخريطة صغيرة، وهذا أفضل طريقة للتقسيم، أفضل من ثلثين ثلث أساس تقدر، لأن الخريطة أتوقع كبيرة مع التي 2. الله يعطيكم العافية حبايبي، معاكم سامر بقشي، رقم جوالي 050-690-8466 مرة ثانية 050-690-8466. لا تنسون الاشتراك في القناة وعطونا لايك ونشر المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.